أهلا وسهلا بكم جميعا، يوم سعيد عليكم وسنة سعيدة على الجميع. حابب أبدأ كلامي يعني بسؤال، لو حد سألك أو سألت نفسك يعني إيه صحة نفسية، إيه اللي هيتبادر لذهنك؟ ممكن واحد يقول مثلا إن الصحة النفسية ديت، ولكن ممكن واحد تاني يقول مثلا ان الصحة النفسية ديت بالنسبة لي عبارة عن مثلا بيتبادر لذهني اكتئاب او مثلا فصام، او اقول له لا لا استنى استنى انتظر، احنا كده مش بنتكلم على صحة نفسية، احنا كده بنتكلم على امراض نفسية، وده برضو مش مظبوط. طب امال ايه يعني؟ انت حيرتنا معاك يعني. حد تاني ممكن يقول لا، الصحة النفسية دي معناها ان واحد يكون مبسوط او سعيد، الاحساس ان هو يكون مبسوط او سعيد. أقول لا، الإحساس بالسعادة أو أن الواحد يكون مبسوط دوت بيرجع وبيتوقف لعوامل كبيرة وكتير جدا جدا يعني. وبرضه في نفس الوقت مش معنى أن واحد يكون حزين أنه هو يكون مريض نفسي. لذلك أن منظمة الصحة العالمية لما عرفت الصحة النفسية، الصحة النفسية أو الشخص اللي هو السوي فعلا نفسيا دوت اللي بيقدر يتعامل مع ضغوط الحياة والتحديات اللي في الحياة، ويقوم بكل واجباته وبكل أعماله بشكل فعال ومنتج ومثمر. ومهما تعرض لضغوط أو مهما تعرض لتحديات، هو بيقدر فعلا أني يؤدي عمله دوت، وبيكون كمان قادر أن هو يساهم في المجتمع بتاعه، وبيكون عضو نافع للمجتمع اللي هو بيعيش فيه. ساعات بيجي على بالنا برضو ان يقول لك الشخص اللي هو اللي ما عندوش امراض نفسيه ده يعتبر صحته النفسيه سليمه. لا، انا لازم اعرف ويعني احط في ذهني ان في بعض الامور لازم تتحقق عشان اقدر فعلا ان انا اقول على نفسي ان انا فعلا انا عندي صحه نفسيه سليمه. عايزين نتفق على قاعده واحده، ان مفيش حد بيكون بيتمتع بصحة نفسية طول الوقت. لا، ممكن كل واحد فينا يتعرض فعلا لأي أزمة نفسية في وقت من الأوقات، في موقف من المواقف، في أي حدث يحدث معاه في حياته، أو في يعني في أنشطته اليومية. نقدر نتقبل ده، وده مش هيكون فيه أي مشكلة فيه لحد ما الموضوع دوت ما يعطلكش عن أداء الأنشطة والأنشطة اليومية بتاعتك، وما يعطلش حياتك، يعني ما يعملش ستوب، ما يوقفش الحياة بتاعتك، حياتك تبقى برضو مستمرة. ساعات ممكن يكون ده عارض وينتهي. في بعض الأوقات ممكن طبيعي جدا تشعر بعدم التوازن. يعني ممكن زي ايه مثلا؟ مثلا ممكن خوف، ممكن بعض القلق، ممكن شك، عدم استمتاع بالحياة، ممكن إرهاق. كل دي أعراض ممكن فعلا ان انت تتعرض ليها، وأي واحد فينا معرض إنه هو يتعرض لحاجة زي كده على مدار حياته. وحياتنا أصلاً يعني الحياة المزاجية بتاعتنا وحياتنا النفسية بتتغير طبقاً للمواقف اللي بتحصل معانا في حياتنا بشكل عام. في ناس لو جينا كلمنا على الصحة النفسية، طب يعني دي فين؟ فممكن على طول يشاور يقول لك أنا مثلاً الحب، كل الحاجات ديت القلب. هي الموضوع بصراحة لازم نتفق اتفاق إن الصحة النفسية مركزها المخ، فكل حاجة على حسب ما أنت بتقدر المخ بيدي إشارات لبقية أجزاء الجسم، خلاص الموضوع بيشتغل. وبالتالي زي ما احنا عارفين ممكن بنلاقي ناس، بعض الناس عندهم بعض الأمراض مثلا اللي سمعنا على القولون العصبي ولا بعض الأمراض المشابهة، هو في الأصل هو مرض نفسي، إشارات بتوصل من المخ بسبب قلق، توتر، بضغط معين من ضغوط الحياة، يبتدي الإشارة تروح للقولون، القولون يبتدي يعمل المشاكل ويسبب لصاحبه الألام والمشاكل اللي هو بيتعرض ليها. يعني للأسف زي ما أنا قلت إن في واحد مثلا من 4 على مستوى العالم عندهم مشاكل واضطرابات نفسية، ولكن للأسف تخيل أن 60% من العدد ده بس هو اللي بيطلب مساعدة، و40% ما بيطلبش. عارف ما بيطلبش ليه؟ لأنه خايف. خايف من إيه؟ خايف أنه بيعتبر الموضوع دوت أنه ممكن يكون وصمة عار، ممكن يكون فضيحة أن حد يعرف حاجة زي كده، مع أن الموضوع أصلا غير كده تماما. لو أنا فضلت قافل على نفسي وحاطط موضوع الخوف دوت، أن أنا أحس أن في مشكلة فعلا عندي، وأن أنا ما أخدش إجراءات تصحيحية للمشكلة ديت، المشكلة فعلا بعد كده تتفاقم، وللأسف ممكن ما يبقالهاش حل. عايز أقول في موضوع الصحة النفسية إن هي هتعمل لك حاجات كتير، من ضمنها أول حاجة هتعمل لك توازن في مشاعرك، في أحاسيسك، في حياتك، هتحس بتوازن كامل في كل شؤون حياتك.
حاجة كمان ودي مهمة جدا جدا، إنها هتخليك فعلا قادر على تحمل ضغوط الحياة، هتخليك فعلا أنت قادر على التحديات اللي بتواجهك إنك فعلا تواجهها بشكل جيد، هتخليك قادر إنك تقدر تتخذ قرار. لازم كل واحد يعرف إن الصحة النفسية هي مش عيب. ففعلا إحنا محتاجين إن دايما زي بنفس الاستراتيجية اللي إحنا بناخدها عشان خاطر نهتم بأجسادنا ونهتم بصحتنا البدنية، محتاجين نتبع نفس الاستراتيجية ديت في اهتمامنا بصحتنا النفسية، وبالتالي نقدر نكون عندنا سيطرة على شعورنا، بنقدر نتخذ قرارات صحيحة، نقدر فعلا نستمتع بحياتنا ونكون فعلا حياة صحية سليمة سعيدة. وشكرا لكم.